تفتحي قولي لحضرتك، مين في رأيك مين اللي بياخد قرار الجواز؟ الست هي اللي بتدفع الراجل ان هو يتجوز، ولا الراجل هو اللي يصحى الصبح يقول لك انا عايز اتجوز؟ والله انا في رأيي انا لا، هو الراجل هو اللي بيبقى عنده القدرة اكتر ان هو ياخد القرار في الجواز اكتر. طبعا بغض النظر عن الموضوع ان هو اللي المفروض ان بيبقى عنده الامكانيات الاكتر انه يتجوز او كده، او بيشتغل او بيدخل دخل والكلام ده كله، بس هو اصلا الراجل بيبقى عنده حتة ملكة ان هو ياخد القرار اكتر، ان هو جريء اكتر، انا عايز اعمل ده، فبيبتدي يمشي على نهج معين، ويبتدي يبقى فيه سيستم معين بيحطه ويمشي عليه، ويبتدي يحقق تارجت ستيب باي ستيب، واحدة واحدة، لغاية لما يبتدي يشوف ده بيتحقق على ارض الواقع وبيتحقق قدامه. طبعا اشرف، تفتكر مين اللي ممكن يخليك تاخد قرار الزواج؟ انت هتصحى من النوم تقول انا قررت اتجوز، ولا هتقع في واحده تزنقك؟ هي السبب، يعني هي اللي ممكن تقدر تخليني او تدفعني ان انا اخد القرار او ان انا اتراجع عنه. الموضوع كله في ايديها هي. طب ايه اللي هي تعمله عشان تخليك تاخد القرار، وايه اللي تعمله عشان تخليك تهرب؟ ان هي تبقى هي عارفه دورها وتبقى فاهمه دماغ الراجل. هي لو لا، ده كلام عام، اديني امثله. ده مش كلام عام، هو فعلا هو لو هي فاهمه دماغ، بصي دماغ الراجل تكوينه بشكل عام هو مش مختلف كتير، يعني هتلاقي الرياضي زي المهندس زي الدكتور، يعني كل هي الطبيعه الذكوريه بشكل عام هي شبه بعض. زي ما الطبيعه الانثويه برضو نفس الفكره، يعني هي اغلبها برضو شبه بعض، بس في انثى شويه بتبقى بتعرف تتفاهم، بيميل عليها الطابع العقلاني اكتر من الطابع العاطفي، والراجل بيميل اكتر من وجهه نظري يعني للعقل اكتر من العاطف. يعني هو لو بيتعامل مع الست او الست اللي بتتعامل معاه على ان هي صاحبته مش مراته، ومش ان هي حبيبته، ومش ان هي احتويني. انت عايز جوكر بقى، انت عايز جوكر. ما فيش ما يمنع انا عايز جوكر، بس الكلام الكتير اللي هو بتاع انت ما صبحتش عليا الصبح، طب انت شفتني متنرفزه، طب ما خدتيش على فكره مش لازم اخدك في حضني، انا عايز اعرف انت مشكلتك ايه عشان احلها معاكي. مش ان انا اخدك في حضني واسكت، احنا كده ما حلناش مشكله. الست بتميل اكتر، لا انا خدني في حضنك. الراجل مش مايع. انتوا ما تفهموا انتوا كمان دماغ الستات، اصل هي مبدئيا لو عندها مشكله هي حلاها اوريدي، عشان تبقى فاهم. خلاص هي حل المشكله، خلاص قولي، خلاص تعالي قولي لي، تعالي قولي لي انا عايزه ترمي في حضنك وخلاص. لكن انا بقى اخش في الدايره اللي هي مش هوصل فيها لحاجه. طب احنا ناخد راي متجوز في الموضوع ده. عارفه زي دايره لا هي عارفه زي دايره مالك فما فيش، يعني عارفه دايره مالك فما فيش اللي هي 20 مره في السؤال ده، فده بيبقى صعب جدا. مالك ما فيش. اخد تعليق حضرتك على القصه دي، صح؟ مش الستات بتبقى جايه عندها حل، هي عايزه شويه احتواء يعني مش اكتر. طبعا لازم يكون في احتواء، ولازم تسمع لها، ولازم يكون عندك صدر رحب كمان ان انت تسمعي لها، لان هي برضو بتواجه مشاكل كتير قوي في البيت، وانت ما تبقيش يعني انا كراجل ما ببقاش لامس المشاكل دي زيها. يعني هي انا دوري ان انا بطلع اشتغل وارجع، ده دوري، هي عندها حاجات كتير قوي بتعملها، فانا لو مش حاسس بيها او ان انا ما فيش كونفيرم بيني وما بينها، اكيد ده هيبقى ليه اثر راجع عليا انا اصلا في البيت كمان.